أحمد سهلاوي قبل تقريبا 10 أيام نزلت لك لقطة في شريط فيفا في البلاي ستيشن، لقطة مهارية ضد هجر إذا ما أنا مخطئ. أنت شفت اللقطة؟ وش الشيء هذا الشيء يعني لك أنك تكون جنب لقطات مهارية كريستيانو رونالدو، ميسي، اللاعبين هذولي؟ والشيء طبعا أكيد كل لاعب يتمنى يصير متواجد في يعني لقطة، يعني كانت موسم رياضي في السعودية، الحمد لله كنت موجود في لقطة الفيفا هاف فوتبول. أتمنى يعني إنه في لاعبين كثير في السعودية إنهم من حقهم إنهم مهاراتهم تطلع تكون على السطح وتكون باينة للناس بشكل عام. الحمد لله جتني الفرصة، إن شاء الله لاعيبة ثانية في السعودية تجي فرصة أكثر، وبحكم إنه في لاعبين سعوديين يملكون مهارات كثيرة، إن شاء الله يكون النصيب الفترة الجاية.